بسم الله، هنشوف في الفيديو دوت كيفية النشر عن طريق البرنامج من الكمبيوتر. يعني أنا عاوز أنشر على الانستجرام بس مش من خلال الموبايل أو من خلال الجوال، لأن هنشر عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي. حاجة تانية هدرسها في الفيديو دوت وهي نشر صور من حسابات أخرى على حسابك. يعني حضرتك مثلا لو عندك، لو في صور على حسابات لأشخاص آخرين على الانستجرام وأنت عاجبك صورة منهم، مثلا صورة طبيعية أو صورة للناس منافسة، أي صورة عجبتك وعاوز تنشرها على حسابك، هنشوف كيف الطريقة ان انت تاخد الصورة ديت وتنشرها على حسابك الشخصي، وتكون الصورة دي نازلة على حسابك انت. طيب تعالوا نشوف كده. احنا هنفتح البرنامج زي ما انتوا شايفين، وهنيجي نضغط هنا في الشمال على كلمة ابلود ناو، يعني انت عاوز ترفع صور على حسابك دلوقتي. قدامنا طريقتين، اما نضغط في المربع دوت، نضغط فيه كده ضغطة، هيفتح لنا صفحة نختار الصورة اللي احنا عاوزينها، او ان الصورة تكون موجودة عندك مثلا هنا او في اي مكان، وتضغط بس على زر الماوس الزر الايسر وتفضل معلق عليها وتسحبها تدخلها جوه البرنامج. انا هاخد الصورة دي كمثال نشرح عليه. كده الصورة دخلت جوه البرنامج بس لسه متحملتش. هنا في الخيارات اللي تحت ديت بيقول لك شوف انت عاوز الصورة ديت لو مقاساتها مختلفة، لو عاوز تخليها مثلا مقاسات بنسبة 1:1، او عاوز تخليها بنسبة 3:4، او اي مقاس. انا هسيبها عادي على الافتراضي بتاعها. بعد ما حطينا الصورة هنضغط سيف، هيبدأ بعد كده يجيب لك شوية خيارات وفيها حاجات جميلة جدا. اول حاجة فيها الفلترز، ده لو عاوزين نغير في شكل الصورة او نضيف عليها فريمات او نضيف عليها اي شيء. تاني حاجة الموشن، الموشن ده هيحول لك الصورة الى فيديو، يعني بدل ما هتظهر عندك في حسابك كأنها صورة هتظهر كأنها فيديو. يعني تعال نشوف لو ضغطنا عليها كده هيبدأ البرنامج يحول لك الصورة دي لفيديو. طبعا ده ممكن يكون كويس لو مثلا عندي أكتر من صورة. تعالوا بس نشوف ديت، شوف شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا الفيديو ميزته ان هو معدل ظهوره أكتر، يعني الصورة اللي بتحولها لفيديو بيبقى معدل الظهور والتفاعل بتاعها أكتر. شوف الصورة بقت بتتحرك ازاي. تمام. طيب احنا لو عاوزين نكمل بالصورة دي على انها تتنشر كفيديو هضغط كونتينيو، او لو عاوز ارجع انها صورة عادية تاني هضغط على بيكتشر ونرجع كما كانت. طيب بعد كده كل هنعمل نضغط كونتينيو. بعد ما ضغطنا كونتينيو هنحط هنا النص اللي هيتحط تحت الصورة، ويفضل انت لو بتنشر من على الكمبيوتر ان النص انا اجهزه في ملف وورد. انا مجهز نص هنا، وده على سبيل المثال مش شرط يعني يكون هو نفس النص، ده بس مجرد حاجة احنا بنجرب عليها. طبعا انا كاتب الهاشتاجات وكل شيء انا كاتبه هنا، هاخد بس نسخ كده واروح جاي على البرنامج تاني مرة تانية واعمل هنا لصق او كنترول في واحط النص اللي انا عاوزه. لو عاوزين نضيف ايموجي ولا شيء اللي هي الصور الصغيرة للابتسامات او كذا او كذا، ممكن اضغط هنا على العلامة ديت. ونيجي هنا لو عاوز اعمل تاج لشخص ندخل بس اسمه هنا. لو انا مثلا عاوز اعمل تاج مثلا هنجرب اي شيء، ده حساب انا عارفه، نكتب مثلا الخوارزمي. ضغطنا انتر جاب الحساب، اختار الحساب كده، عمل له تاج وعمل له منشن او عمل له اشاره في على نفس الصوره. انا هحذفه دلوقتي. بس هي كده احنا فاضل لنا الخطوه الاخيره، وهي اما ان نختار immediately يعني انشر الصوره دلوقتي حالا، او ان انا اجدولها بحيث تنزل في وقت اخر. بس لازم يكون البرنامج نفسه الجرامبلر نفسه لازم يكون شغال على الكمبيوتر، والكمبيوتر شغال واصل بالنت. لان هقول له انشر الان في نفس الوقت دلوقتي وهضغط سند. طيب كده خلاص الصورة نزلت على الحساب، بس جايب لي شوية خيارات هنا. بقول لك هنا كونجريشن بيحييك، بقول لك ان انا ممكن اديك 75 لايك على الصورة دي مجانا. لو ضغطت يس هيديني 75 لايك على الصورة مجانا، لو ضغطت نو خلاص مش هيديك شيء. بس دي مش كل مرة بتيجي، يعني مش كل مرة بيجيب لك الهدية ديت اللي هي 75 لايك. اللي بيجي كل مرة الجزء اللي تحت دوت اللي هو سبميت فور ريتنجز. جميل. دوت لو انا عاوز اضيف بقى لايكات من النقاط بتاعتي. تمام. لو ضغطت عليها يس كده
هيفتح لي الصورة اللي لسه نشرها دلوقتي ويقول لك انت عاوز تضيف عليها كام لايك. هقول مثلا 50 لايك، انا هاخد عدد صغير عشان ما اخلصش النقط بتاعتي، هقول مثلا 10 لايكات. ولو عاوز اللايكات ديت من حسابات قريبة منك هضغط هنا، او لو عاوزها حسابات اي حسابات مش هتفرق سيبها ما تعلمش عليها، اضغط اد لايكس. شوف بدأ يخصم فوق من النقاط بتاعتي، وهو كده بالفعل هيبدأ يضيف لك 10 لايكات على الصورة من حسابات حقيقية وحسابات فعالة لأشخاص فعالين 100%. يبقى احنا كده نشرنا الصورة وفي نفس الوقت أضفنا عليها لايكات، تمام. طيب الشيء التاني اللي قلنا هنشوفه النهاردة، لو أنا عاوز أنشر صور من حسابات لأشخاص آخرين، كل اللي هعمله إن أنا هاجي برضو على كلمة أبلود ناو، بس بدل ما احط صورة هنا انا هعمل ايه؟ هروح على الحساب اللي انا عاوز اخد الصورة منه، هفتح حسابي برضو بتاع انستجرام، هفتحه على الكمبيوتر في المتصفح. مثلا صورة زي ديت انا عاوز اخدها احطها عندي، فهدخل على حساب صاحب الصورة وهاجي هنا على الصورة هضغط عليها، وهاجي فوق هنا بعد ما ضغطت على الصورة هاجي على الرابط بتاعها اللي فوق واعمل له نسخ كنترول سي، وهروح على البرنامج هنا كده في جرامبلر وهاجي في الجزء اللي تحت دوت هنا وهروح ضايف الرابط، نضغط انتر. زي ما انتم شايفين بعد ما اضفت الرابط راح واخد الصورة اللي موجودة في الرابط وحطها لي عندي هنا، وهنمشي بقى نفس الخطوات اللي فاتت، هي مش تفرق عندي في حاجة. نضغط سيف، لو عايزين نحوله لفيديو نضغط موشن، لو عاوزينه صورة نكمل عادي خالص، لو عاوز نحط كلام هنا نحطه، أنا مش هسيبها فاضية مش هحط كلام على الصورة، لو عاوز أعمل تاج برضو من الجزء اللي تحت هننشر حالا دلوقتي، هضغط سند. برضو نفس الحكاية، لو عاوز أضيف عليها لايكات أنا مش عاوز أضيف عليها لايكات دلوقتي، هننزل برنامج تحت ونروح نشوف الحساب بتاعي نشوف الصور ازاي اتنشرت فيها. هاجي على الحساب بتاعي وهضغط هنا كده، تعالوا نشوف الحساب، ادي الصورة اللي انا نشرتها الاول وادي الصورة اللي انا اخدتها من حساب اخر. شايفين حتى هنا وصلني لغاية دلوقتي كام؟ خلال الدقايق البسيطة ديت انا كنت مختار 10 لايكات، وصلني 9 لايكات منهم، فاضل بس لايك واحد، ممكن لو عملنا ريفريش هتلاقي اللايك ده جالك. كده احنا اتعلمنا ازاي ننشر عن طريق برنامج من الكمبيوتر مش من الموبايل او من الجوال، وفي نفس الوقت ازاي اخد صور من حسابات اخرى وانشرها عندي. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وكالعادة نستأذن حضراتكم لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك على الفيديو من تحت، واذا ما اشتركتوش معنا في القناة اضغطوا هنا في نفس في المكان دوت عشان خاطر تشترك معنا في القناة ويوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا، ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت اضغط في الجزء اليسار دوت الجزء الشمال على الفيديوهات وشاهد الفيديوهات اللي فاتت، وشكرا لكم ونشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله.